السلام عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم ملوي او مخمر بطريقه سهله جدا وناجحه 100%. بالنسبه للمقادير غنحتاج 400 غرام ديال الدقيق الابيض او الفورص، ونفس الكميه بالنسبه للفينو او سميد الرطب. وغنحتاج ملعقه صغيره ديال الخميره المعجونه، ومعلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، والملح حسب الذوق، وخمارة كيماوية، والماء دافئ. غنضيف الماء تدريجيا ونبدأ نجمع الخليط ديالنا على هذا الشكل. هذا كنحصل على عجين على هذا الشكل، كندلكو مزيان كما كتشوفوا واحد المده ديال 10 دقائق. من بعد ما دلكت العجين مزيان كنغطيها ونخليها ترتاح واحد المده ديال 20 دقيقه. بالنسبه للطرق غنحتاج زيت المائده مع شويه ديال الزبده وخماره وحده، وغنحتاج كذلك الفينو. ومن بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا واحد المده ديال 20 دقيقه، دابا غادي نشكل كويرات صغيره بزاف كما كتشوفوا. كندهن يديا بقليل من الزيت هكا باش يسهل عليا نشكل كويرات بلا ما تلصق لي العجينه في يدي. وكنشكل هاد الكويرات كما كتشوفوا بهاد الطريقه هادي، ويكونوا صغارين بزاف بهاد الطريقه حتى كنكمل العجين ديالي كله. دابا من بعد ما كملت الكويرات، تشكيل الكويرات غطيتهم بالبلاستيك، وغادي نبدا دابا في الطرق ديال هاد الكويرات. هادو كناخد الكويره الاولى، كنبسط الكويره الاولى كما كتشوفوا، كندهنها دائما بداك الخليط ديال الزيت والزبده، وكنبسطها كما كتشوفوا. العجين كيجي ساهل جدا ملي كيرتاح، ما كيعذبناش، كيخلي العمليه تكون سريعه ديال التوراق ديالو. وكناخد الكويره الثانيه نفس الطريقه، كنبسطها على هذا الشكل، ما كنورقوهاش حتى كيبان سطح العمل، غير كنبسطوها شويه وصافي، وكنخليوها جانبا. كنرش عليها الزيت ودقيق الفينو، وكنحط الطبقه الثانيه، وكنقادها باش تجي مقاده معاها في الشكل، وكنحطها جانبا، وكنبدا في التوراق الكويره الثالثه. كنورق الثالثه مزيان حتى كيبان سطح العمل كما كتشوفوا. العجين كيكون ساهل بزاف دغيا كيتورق، ونحرصوا دائما باش العجينه ما تقطعش لينا ملي كنبداو نبسطوها على هذا الشكل كما كتشوفوا الطريقه. من بعد كنرشها بالزيت وبدقيق الفينو، كناخد جوج القطع ديال القبيله وغادي نديرهم وسط هاد الخبيزه الثالثه، وكنجمعها نغلفها على هذا الشكل. هذا كما كتشوفوا طريقه جد سهله وناجحة البنات، كنتمنى تجربوها خصوصا للمبتدئات.
من بعد ما كملت تشكيل الملوي كناخد الكويره الاولى اللي شكلت في الاول، لانها كتكون ارتاحت مزيان وكيسهل عليا نقرصها بكل سهوله، وكنبسطها على هذا الشكل هذا، كنرققها شويه وكنبسطها من الجوانب وحتى من الوسط على هذا الشكل هذا. وفي نفس الوقت كنكون درت المقلاه، انا كنديره في كنطيبه في المقلاه الثقيله، كنديرها تسخن مزيان عاد كنبدا نطيب هاد الملوي هذا. نرش شويه الزيت في المقلاه وكنضيف الملوي وكنبدا نقلبها باستمرار. وها هو الملوي من بعد ما طاب كيجي رائع جدا، هشيش ومرق، والأهم طريقه بسيطه جدا وسهله خصوصا للمبتدئات وناجحه 100%. وهنقسم معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل، هانتوما كيما كتشوفوا. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم وعلى تشجيعاتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.